اهلا بيكو، فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. استنى معنا كل يوم حد وخميس الساعة 9. افلام الجريمة بتستحوذ على نسبة كبيرة جدا من حجم الانتاج السينمائي كل سنة، وده بيرجع اكيد للشعبية الكبيرة جدا للنوعية دي من الافلام واللي بتنعكس على شباك التذاكر. بس بتفضل دايما افلام الجريمة والاثارة اللي بيكون فيها ابطال كبار وكذا نجم في فيلم واحد هي الانجح من النوعية دي والمفضلة جدا عند الجمهور، لانها بتكسر اي روتين اتوقع في احداث الفيلم، مع الاستمتاع كمان بدور كل بطل فيه. عشان كده احنا النهارده بنرشح لكم افضل 5 افلام جريمه من بطولات جماعيه، كل فيلم فيه ابطال كبار جدا، وده اللي انعكس على روعه كل فيلم معانا في اختيارات النهارده. حلقه حلوه قوي قوي، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدا حلقه النهارده المميزه جدا. في المركز الخامس معانا فيلم روعه من انتاج 2006، هو فيلم 16 بلوكس. الفيلم اللي بيحكي عن محقق الشرطه جاك موسلي، وده ضابط شرطه مدمن للخمره، اللي بعد لما خلص الشغل يا دوبك وصل البيت بيجيله مكالمه من الشغل انهم كلفوه بمهمه مستعجله في الحال، وهو انه يوصل شاهد في قضيه اسمه ايدي بانكر، مطلوب منه انه يوصله من الاسم للمحكمه، المحكمه اللي بتبعد بس عن الاسم 16 شارع بالظبط، يعني مهمه كل اللي هتاخدها هي 10 دقائق بالظبط مسافه الطريق. ومن اول ما بدات المأمورية وايدي بانكر ده مش بيبطل كلام خالص، ويا دوبك بعد شارع واحد بس بتتقلب الدنيا كلها، ويلاقي جاك نفسه مستهدف بشكل مش طبيعي هو وايدي بانكر. يا ترى بقى مين فيهم المستهدف وايه حكايه ايدي بانكر ده؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعه ده. They all want this kid dead. Why ain't you that cop? Cops, they don't shoot up a cop, especially over nobody like me. Lines were crossed. Get away! That kid is gonna get you killed. Let me see that beam with you people been trying to shoot me. People you know! I am your only friend out here. You don't even know me! Well, I got all day. How about you? You got all day? You're dressed like a criminal. People can say you say. You are not gonna make it. في المركز الرابع معانا الفيلم المميز جدا تريننج داي، اللي من انتاج 2001، وبيحكي عن جاك هويت، وده ضابط في الشرطه اللي اخيرا بيحقق حاجه كان طول الوقت بيحلم بيها، وهو انه يبقى ضابط في مكافحه المخدرات في لوس انجلوس. وفي اول يوم ليه في الوظيفه الجديده بيكلفه المحقق المخضرم الونزو هاريس انه يتولى تدريبه ويشرح له تفاصيل الشغل اليومي ازاي بتتم. جاك الطموح جدا واللي مبدأه واحد من اول لما دخل الكليه، ان دورها ان هم ينظفوا الشارع من المجرمين والمخدرات ويقبضوا على كل الاشرار. لكن في اول يوم ليه مع الونزو اكتشف ان الموضوع غير كده خالص، وان الموضوع كله ألعاب وغموض لدرجه خليته اصلا تشك في نفسه وتشك في الونزو ذات نفسه اللي بيعمل الخير والشر في نفس الوقت. هل هو بقى ده الصح ولا في حاجه غلط؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم المميز جدا ده. What I'm talking about. First day on the job, you hit a $3 million seizure. Police officer, get away from the girl! No, we're not racking up arrests today. You let him go. What more you want? I want justice, right? Is that not justice? That's street justice. What's wrong with street justice? Oh, what, just let the animals wipe themselves out. God willing. You can't be like this. Open your eyes, can't you see? Police, we got a search warrant. You ain't no police! Didn't sign up for this. You think I'm crazy, right? We communicate and talk to me. Say it. Say it. I think you're a rogue cop. Learned a lot of things on these streets, boy. Good things and bad things, too. There's some profoundly evil people walking the streets freely right now. I'm the police! King Kong ain't got nothing on me! في المركز الثالث معانا فيلم حلو جدا من انتاج 2006، هو فيلم لاكي نمبر 11، اللي بيحكي عن 11 اللي كان على كلامه لسه مسروق الصبح البطاقه بتاعته، وده اللي خلاه يروح لصاحبه نيك اللي كان ما بينهم معاد. اول لما راح البيت عنده لقى الشقه بتاعته مفتوحه وهو مش جوه، فقرر يقعد يستناه لحد ما يجي. واول لما قعد يستناه بعد كده لقى الباب بيخبط، لقى 2 شكلهم خطر كده بيقولوا له الرئيس عايزك يا نيك.
قال لهم رئيس مين؟ انا اصلا مش نيك. لسه ما كملش الكلمة لقى نفسه مضروب، وبعد كده لقى نفسه قدام واحد في مكتب ضخم بيقول له ان انت عليك ليا نيك 96,000 دولار، يا اما تجيبهم يا اما تعمل لي خدمة، والخدمة هي انك تقتل واحد ابن ألد اعدائي اسمه الرباي عشان انتقم منه. وبعد كده سابه يروح البيت. اول لما روح البيت لقى اتنين بيخبطوا عليه الباب وبيقولوا له الرباي عايزك نيك. اول لما لسه هيقول لهم انا مش نيك حصل مع نفس اللي فات بالظبط، ولقى نفسه في مكتب ضخم جدا قدام واحد بيقول له انت عليك ليا نيك 33,000 دولار، يا ريت تروح تجيبهم وتيجي. يا ترى بقى ايه الحكايه دي وايه حكايه نيك ده اصلا؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الرهيب ده. Then right across the street lives this other crime boss they call the rabbi. Why they call him the rabbi? Because he's a rabbi. Yeah. But I'm not Nick Fisher. And who the hell are you? I'm Slevin. That's not Nick Fisher. I know. He set you up. You should run. I can't. They'll kill you if you stay. They'll kill me if I leave. Time's up. I'm a world-class assassin. I'm gonna kill somebody. I'm thinking of a new option. Lucky number 11. في المركز الثاني معنا واحد من اجمل افلام الجريمه اللي ممكن تشوفها، هو فيلم روعه سنه 2000، الفيلم الرهيب جدا سناتش، الفيلم اللي بتدور احداثه كلها حول الالمازه. الالمازه دي اتسرقت من مدينه انتيورو، واللي من اول لما اتسرقت وهي عملت حرب ما بين مجموعات من المجرمين والعصابات عشان كل واحد عايز يفوت بالالمازه دي الاول. المجموعة الأولى فيها ناس من بتوع المراهنات على ماتشات الملاكمة، مراهنات بقى سليمة شغال مضروبة شغال. المجموعة التانية زعيمها واحد من التقال قوي واسمه آفي، وده أصلا المفروض هو اللي كان بعت الناس عشان يرسلوا الألمازة دي، وهو أصلا المفروض اللي كان يستلمها. المجموعة التالتة بقى عبارة عن خليط من العصابات الروسية. يا ترى بقى إيه حكاية الألمازة دي وراحت فين ومين اللي هيفوز بها الأول؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده، اللي لو ما شفتوش صدقني لازم تشوفه مش هتندم أبدا. Down in the fourth round. Whoops. Anything to declare? Yeah. Don't go to England. في المركز الاول معنا واحد من اجمل افلام الجريمه في تاريخ السينما، واللي الصراحه بحسد اي حد لسه ما شافوش لحد دلوقتي، هو الفيلم الروعه ذا يوجوال سسبكت. الفيلم اللي من انتاج 1995، وفتره التسعينات دي الصراحه كانت فتره رهيبه جدا في تاريخ السينما، واللي منها فيلمنا النهارده. الفيلم اللي بيحكي عن حادثة انفجار حصلت في مركب اللي راح فيها 15 واحد، واللي نجي من الانفجار ده هما 2 بس، كنت ومجرم مجري تاني اتحرق منه اكتر من 60% من جسمه وموجود دلوقتي في المستشفى، وده اللي خلى كنت هو الفرع الاول من الحكاية بتاعتنا النهاردة، وهو بيقول شهادته في التحقيقات. الفرع التاني بقى هتلاقي ان المحقق جاك بير بيحاول يستجوب المجرم المجري اللي في المستشفى ده، والفرع التالت بقى هو الفرع اللي بيربط ما بين كلام الاتنين، اللي هما الاتنين في كلامهم اتكلموا عن شيطان اسمه كيزر سوزي. يا ترى بقى ايه الحكاية وايه اللي حصل ومين كيزر سوزي ده؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الرهيب ده اللي يستحقه بكل جدارة يكون هو المركز الاول معنا في حلقة النهاردة. Nothing is what it seems. The greatest trick the devil ever pulled he's here. Was convincing the world. I know he's here. He didn't exist. You've got to look beyond the usual suspects. I'm smarter than you. And I'm going to find out what I want to know, whether you like it or not. I work for Kaiser Soze. He feels you owe him. He does not expect all of you to live, but those of you who do will have $91 million. It was Kaiser Soze, Agent Kuyan. I mean, the devil himself. I'm telling you, it's Kaiser Soze! There is no Kaiser Soze. Keaton always said, I don't believe in God, but I'm afraid of him. Well, I believe in God. And the only thing that scares me is Kaiser Soze. لو عجبتك ترشيحات النهاردة اعمل لايك للفيديو،
وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.